الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استسنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، أحبائي المشاهدين، أوجه رسالتي بغير رياء إلى الأخ رشيد الذي ارتد عن الإسلام ويدعو إلى دعوتي. المسلمون لأجلي يترك الإسلام، وقد تكلم في الموضوع الكثير الذي ليس به علم واقتداها بجهالته. إحدى من الموضوع الذي سأرد عليه موضوع هذه الآية في سورة الأحزاب، وهي كيف الله سبحانه وتعالى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يا الأخ رشيد، إن كان فتشت الكتب أو فتشت ولكن تعمل، تخفى عن المشاهدين لأجل تعرف لا يبحثون وراءك. فللفائدة، في هذه الآية ذكرها الإمام ابن كثير رحمة الله عليه من حديث البخاري كما جاء في فتح الباري في شرح ابن حجر العسقلاني. قال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس: يصلون يبركون. يعني كما جاء في الحديث أبو العالية، هكذا علقه البخاري عنهما، وقد رواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية كذلك، وروي مثله عن الربيع أيضا، وروي علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كما قاله سواء، رواها ابن أبي حاتم. وقال أبو عيسى الترمذي، وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم، قالوا: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. والأدلة كثيرة يا الأخ يا رشيد، فترجع إلى كتب المفسرين وتقرأ على المشاهدين. يعني أنت باحث، أعرف فقل الحق لأجل الكتاب الذي تؤمن به يقول لك الحق سيخليك حر. فقل الحق، لأجل الحق سيخليك حر يا الأخ رشيد، فانتظر إلى جواب آخر عن كل الموضوع الذي تكلمت عليه. وآخر كلامي لك، ناظر الأخ أبو عمر الباحث وأحمد سليمان، لكن ناظر أشخاص غير معروفين، حتى الذين غير معروفين ما تقدر عليهم، وأنا أستطيع أن أناظرك يا أخ. بهذا الاختصار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى رد آخر إن شاء الله.